أنا أعتقد بالسياسة ليس هناك ثوابت، وإنما هو تبادل مصالح، وأيضا اختيار الورقة المناسبة في الوقت المناسب وإحراقها إن تطلب الأمر. وحزب العمال الكردستاني في هذه اللحظة أصبح عائقا أمام بناء علاقات طيبة مع الجارة التركية، وأيضا بتأثيرات أخرى قد تكون مع إيران إذا ما نظرنا بشكل واسع للدولة الكردية التي يراد إنشائها في شمال العراق وسوريا وإيران وتركيا. فأعتقد اللعبة الآن أصبحت مكشوفة أنه للعراق لابد أن يتخلص من هذا العبء الثقيل، ولابد أن يتخلص من الضغط التركي وينتبه إلى بناء البلد وبناء المصالح وتطويرها، وأيضا الحصول على تحرر كبير في منسوب المياه وإعطاء الزراعة دفعة والصناعة، وأيضا وسيستفاد من الطاقة. وفيما ذكر الأخ غضبان من بغداد أن إيران مستفادة، نعم بالتأكيد، لأنه اللعبة هي لعبة حقيقة بسلسلة متواصلة بين نعم إيران وتركيا والعرب، وكل هذه الأطراف تريد أن تستفاد من هذه الورقة، لكن المستفاد الحقيقي بتقديري هو العراق، لأن عليه ضغط إقليمي وضغط سياسي وضغط محلي أيضا. فبالتالي الخلاص من ورقة حزب العمال الكردستاني يعني الخلاص من الضغط التركي بشكل مؤقت على الأقل، وأيضا إعطاء المساحة الكافية للحكومة لتتنفس في بناء علاقات محيطة بالمحيط الإقليمي، ومهمة أيضا لمستقبل العراق وانفتاح العراق بالتعاون التام مع تركيا التي هي حقيقة ذو أهمية كبرى في المنطقة، وأيضا امتداد أوروبي ليصبح العراق جيد. نافذة للتبادل التجاري مستقبلا، خصوصا فيما ذكرتم أيضا في طريق التنمية. نعم. فأنا أبارك هذه الخطوة، وأنا منذ زمن بعيد كنت أدعو أن العراق لابد أن يتخلص من هذه الورقة المزعجة والضاغطة على الحكومة العراقية، لأنه لولا عناية الله سبحانه وتعالى لأصبحنا الآن